بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنشرح ازاي ناخد قيمة انالوج اوت من البي ال سي من 0 ل 10 فولت على الانالوج انبوت للانفرتر. تمام، اول حاجة تعملها ان انت تحدد ان الانالوج انبوت بتاعك من الانفرتر السرعة تاخدها من انالوج انبوت واحد، يعني هتروح ل بي 003 هتخليها باتنين. دي اول حاجة. تاني حاجة هتحدد الكيرف بتاعك، هتحدد الكيرف عن طريق بي 4 33. بي 4 33 فيها 3 ارقام، الرقم اللي على اليمين خاص بالانالوج انبوت واحد، الرقم اللي في النص انالوج انبوت اتنين، الرقم التالت خاص بالبوتنشيومتر. اول واحد بتختار الكيرف سيلكشن، يعني واحد يعني مختار الكيرف رقم واحد اللي هو هيتحدد القيم بتاعته من بي 4 13 إلى بي 4 16. فهنروح لبي 4 13، هنقول إن هي القيمة بتاعتها بزيرو. زيرو يعني معناه عند الزيرو فولت. قيمة بي 4 14 يقول لك عند الزيرو فولت ديت عايزها كام في المية؟ هنا مكتوبة 0%. 0% معناها إن 0% من 50 هرتز، من أقصى سرعة عندك. تمام، فمعناها اللي هي 0 هرتز. اللمبتين دولت معناهم اللي هو العلامة قيمة في المية نسبة مئوية. تمام، بعدها بي 4 15 عند 10 فولت، عند 10 فولت بي 4 16 هيبقى قيمة 100%. 100% يعني 50 هرتز. يبقى عند الزيرو هيديني 0 فولت، وعند 10 فولت هيديني، عند زيرو هيديني 0 هرتز، وعند 10 فولت هيديني 50 هرتز. ودي البرمجة اللي احنا عملناها. او جينا بصينا في البرنامج اللي هو عند الزيرو، نعمل بي ال سي المفروض اللي هو عند الزيرو فولت، هو مديني زيرو. تمام، ولكن عند 10 لما اديله 10 فولت هيديني 50 هرتز. تمام، وانا ممكن العب بالكيرف زي ما انا احب. شكرا.